بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. أحييكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج هنا الكاظمية. يواصل القسم الهندسي في العتبة الكاظمية المقدسة بإعادة وتأهيل وصيانة مركز أحياء التراث في العتبة الكاظمية المقدسة، فنشاهد أكثر في هذا التقرير. بعض الإنهاءات ويرى المشروع النور، حيث تواصل الملاكات الهندسية في العتبة الكاظمية المقدسة العمل على إنجاز مشروع توسعة بناية مركز أحياء التراث. إن شاء الله يعني تم إنجاز هذا المشروع حاليا بما يقارب نسبة 98 إلى 99%. يعني حاليا المتواجدة تفاصيل ملاحظات بسيطة، وتم إنجاز المشروع بدقة عالية وبجودة ممتازة، وذلك حسب توجيه الدكتور حيدر الشمري. أكثر من 90% هي نسب الإنجاز التي وصلت إليها الملاكات الهندسية في هذا المبنى، حيث تم إنشاء عدة قاعات للمركز فضلا عن مراعاة شروط السلامة العامة وتفعيل خاصية الإطفاء الذاتي، لكون هذا المبنى سيحتوي على كتب وملفات تاريخية وإرث تراثي عريق. تم التنسيق مع قسم الشؤون الهندسية بوحدتيه، وحدة الدراسات والتصاميم ووحدة الإشراف والتنفيذ، حيث واجب وحدة الدراسات والتصاميم إعداد المخططات المسبقة للمشاريع، ومنها المخططات الإنشائية والميكانيكية والكهربائية، ووحدة الإشراف والتنفيذ وواجبها هي تنفيذ هذه المخططات. وتم التنسيق بين الوحدتين لإضافة حجر الأساس لهذا المشروع، وتم المباشرة بإضافة هذا الطابق إلى المركز. ويعد مركز أحياء التراث من المراكز المهمة في العتبة الكاظمية المقدسة، لكونه يضم الكثير من الكتب والمستندات التاريخية والإرث الحضاري العريق، فضلا عن إقامة النشاطات الثقافية التي تحافظ على ذاكرة الماضي. لبرنامج هنا الكاظمية، علاء الأنباري. سفراء الكرم الكاظمي يمدون سفرة الإمامين الجوادين لخدمة زوار الإمام رضا في جمهورية إيران الإسلامية بمناسبة ولادة الإمام رضا عليه السلام. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. مضيف الجوادين منارة للكرم والضيافة في مدينة مشهد المقدسة في إيران بمناسبة ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. قام مضيف الجوادين بتوزيع وجبات الطعام على الزائرين الوافدين إلى الصحن الرضوي الشريف. نهنئ المولى الإمام صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بذكرى ولادة الإمام الضامن علي بن موسى الرضا عليه السلام. يتشرف وفد من العتبة الكاظمية المقدسة بدعوة من العتبة الرضوية المقدسة لتقديم الخدمة المباركة لزوار الإمام الرضا. نسأل الله أن يوفقنا لخدمة محمد وآل محمد. ثلاث وجبات غذائية يعمل على تحضيرها خدم موسى والجواد عليهم السلام وتوزيعها على الزائرين الكرام ونيل بركاتها العظيمة. ومضيف الجوادين يمثل نموذجا مشرفا للجود والعطاء. حاليا نحن نكون في خدمة الزوار الكرام إمام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام في مشهد الرضا. الحمد لله والمنة، هاي السنة أول سنة وأول مرة اللي إحنا نكون في خدمة الأصحاب الكرم المنتسبين ومتطوعين للعتبة الكاظمية المقدسة، الإخوان الكرام والأعزاء من بلد الشقيق العراق اللي جائين ليخدمون الزوار العلي بن موسى رضا عليه الصلاة والسلام. وهنا نفتخر بحضورهم ونتشرف بحضورهم ونكرم بحضورهم. احنا في هذه السنة ما كنا وحدنا وما كنا
يعني من جانبنا بس نخدم الإمام علي بن موسى رضا وزوارهم. احنا نشوف في قربنا وفي جوارنا منتسبين ومتطوعين العتبة الكاظمية المقدسة اللي هم جاهزين لخدمة الزوار علي بن موسى رضا عليه السلام والصلاة. نهنئ سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة ميلاد سيدي ومولاي شمس الشموس وأنيس النفوس علي بن موسى الرضا عليه السلام. يتشرف وفد من العتبة الكاظمية المقدسة وبدعوة من العتبة الرضوية المقدسة بتقديم الخدمة الشريفة للزائرين الكرام بهذه المناسبة. راجينا من الله تعالى أن يدوم علينا هذه الخدمة في كل عام، ولم من الله التوفيق. عاشقون يرحلون إنما توجد أرض يتزاحم على زيارتها الموالون لأهل البيت عليهم السلام، بغية تقديم الخدمات لهم من أجل إحياء الشعائر الخاصة بالأئمة عليهم السلام. لبرنامج هنا الكاظمية، حيدرات. صوت يطرق أبواب القلوب، وصوت ينطلق من رحاب الإمامين الجوادين، وصوت يفيض بالرزق والعافية لأنه صوت الإمامين الجوادين. إذاعة الجوادين وجهودهم المباركة في خدمة زوار الإمامين الجوادين عليهم السلام أينما كانوا وأينما حلوا، فنشاهد أكثر في هذا التقرير. في أيام شهادة تاسع الأقمار الهاشمية المحمدية سيدنا ومولانا محمد بن علي الجواد عليه السلام، تستعد جميع الأقسام والشعب المباركة في العتبة المطهرة من أجل خدمة الزائرين الكرام والقيام بمهامها بأكمل وجه، ولإذاعة الجوادين عليهم السلام جهودها الخاصة في هذه الزيارة الأليمة. إذاعة الجوادين وكعادتها عدت خطة متكاملة عن ذكرى استشهاد الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام. هذه الخطة تشمل برامج متنوعة وحلقات خاصة وفواصل. كبرامج متنوعة تطرقنا فيها إلى جوانب عدة من حياة الإمام الجواد سلام الله عليه، وكحلقات خاصة أيضا تطرقنا فيها إلى قد تكون جزئيات من حياة الإمام لم تذكر فسلطنا الضوء عليها. وقام الخدم العاملون في إذاعة الجوادين بتحضير البرامج والفواصل الإذاعية التسجيلية، بالإضافة للتحضير للبرامج المباشرة والتغطية الإعلامية في هذه الأيام الأليمة. حقيقة خطة إعلامية كبرى أقامتها إذاعة الجوادين من أجل تغطية هذا الحدث الكبير وهو ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. لا ننسى نحن أصحاب العزاء، فنحن ننطلق من داخل العتبة الكاظمية المقدسة، وبالتالي يجب أن يكون ويقع على عاتقنا الدور الأكبر في تغطية هذه الأحداث. الحدث الأكبر إن شاء الله تعالى سيكون يوم الجمعة وهو ذكرى يوم ذكرى الاستشهاد بإذن الله تعالى. إضافة إلى ذلك بأن هناك خطة مسبقة عدتها إذاعة الجوادين من قبل إدارتها من أجل تغطية هذا الحدث الكبير من داخل العتبة الكاظمية المقدسة. تضمنت الخطة محاور عدة من ضمنها البرامج المباشرة إضافة إلى البرامج التسجيلية التي تم تسجيلها يعني بوقت مسبق. حقيقة طبعا احنا كإذاعة إن شاء الله ابتدينا من يوم السبت 23 من ذي القعدة، ابتدينا عن برامج مسجلة وقصائد ولطميات تدريجيا حتى الصعود إلى المناسبة، لكن كبرامج مباشرة راح نبتدي إن شاء الله من يوم الاثنين 25 من ذي القعدة برامج مباشرة مخصصة عن هذه المناسبة. أيضا عندنا محاضرات دينية راح تبث إن شاء الله في الإذاعة عن ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد، وأيضا فواصل وقصائد وفواصل نثرية مع الأخوة والزملاء في الإذاعة. جنود مجهولون يعملون على مدار الساعة من أجل إيصال الصوت الصادح بمناقب العترة الطاهرة إلى جميع بقاع الأرض، وكلهم شغف وحب في خدمة سادتهم الأتقياء، ويبذلون كل ما بوسعهم في أيام شهادتهم الأليمة. لبرنامج هنا الكاظمية، علي أركان، الصحاف.
أطلقت وحدة التدريب والتأهيل العلمي في العتبة الكاظمية المقدسة دورة المعالم الأولى في العتبة الكاظمية، والتي تستهدف خدام الإمامين الجوادين عليهم السلام. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. في ظل إقامة الدورات التطويرية لمنسوبي العتبة الكاظمية المقدسة لرفع إنتاجية الخدمة للزائرين، قدمت الملاكات التابعة لشعبة التدريب والتأهيل العلمية عدة محاضرات تثقيفية بمعالم العتبة المقدسة. بناء على توجيه الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة وحرصها الكبير على تطوير الكوادر الخاصة بالعتبة، باشرت وحدة التدريب والتأهيل العلمي بإقامة مجموعة من الدورات، ومن ضمنها دورة خاصة بمعالم العتبة الكاظمية المقدسة ومراحل التطوير الحاصلة والكبير داخل العتبة الكاظمية المقدسة، حيث شملت هذه الدورة مجموعة من خدام العتبة من مختلف الأقسام والشعب والوحدات. شارك قرابة 20 منتسب تبيان لهم أماكن العتبة، موقع العتبة الكاظمية المقدسة، من الطرق المؤدية إلها، من بعض التفاصيل الخاصة داخل العتبة، وهي تعتبر الدورة الأولى التي تم إقامتها داخل العتبة الكاظمية المقدسة بهذا العنوان، عنوان معالم العتبة. على مدى 4 أيام استمرت تلك المحاضرات التي استهدفت خدم موسى والجواد عليهم السلام لتعريفهم بمعالم العتبة المقدسة، من حيث الاستحداثات التي حصلت في الصحن المبارك وأسماء الفضاءات والأبواب والرواق المطهرة. لتعريف هذا البرنامج وهذه الدورة لتعريف الخدم حول معالم العتبة الكاظمية المقدسة، ومنها الطرق المؤدية للعتبة المقدسة ومداخل العتبة، وأيضا الأصحن الداخلية والخارجية والأروقة والدفناء الموجودين بالعتبة المقدسة، وأماكن لتقديم الخدمة للزائرين، ومنها التفتيش وأماكن الأمانات والمنادات والصحيات وغيرها. كل هذا للخدمة وزيادة الخدمة للزائرين الوافدين للصحن الكاظمي الشريف. عدة محاضرات ودورات تقام في العتبة الكاظمية المقدسة تهدف إلى تثقيف المنسوبين وتحشيق المعلومات في الأذهان لرفع الطاقة الإنتاجية للخدمة المباركة، فضلا عن أنها تعكس التعامل الإيجابي مع الوافدين لتلك البقعة المقدسة. لبرنامج هنا الكاظمية، علاء الأنباري. أخوتي أخواتي، شكرا لطيب المتابعة، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هنا الكاظمية، على أمل اللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله.